مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب، اهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. اسهل طريقة لازالة البطن والدهون كان عنوان فيديو نزلته سارة جو على قناتها من قبل شهر، قبل ما تختفي بشكل غامض من على السوشيال ميديا، واللي اثار قلق متابعينها عليها، فصاروا يبعثوا رسائل وتعليقات لسارة على امل الرد عليهم، ولكن سارة ما كانت قادرة ترد عليهم وتعطيهم السبب الحقيقي لغيابها. أنا ما تنزلت عليكم، أنا للعيد ما نزلت ولا فيديو، صار لي أكثر من شهر ما نزلت في السوشيال ميديا، حتى متابعيني كلهم يسألوني وينك يا سارة ومش كاترة، أقول لهم إيش فيا، مش والله عمري ما حسيت إنه حياتي في خطر لحد اليوم. فمن بعد غياب كتير طويل رجعت سارة بخبر صادم لمتابعينها على السوشيال ميديا لتشرح وضعها والمعاناة اللي كانت تمر فيها خلال فترة غيابها بآخر فيديو نزلته مبارحة على قناتها على اليوتيوب بعنوان هكذا حياتي تدمرت، واللي مدته أكثر من 19 دقيقة، لنعرف أنه السبب كان خطأ طبي تعرضت له في مستشفى بكوريا، وكمان تعرضت للاحتيال والنصب وأخذ حقوقها الكاملة من إدارة المستشفى. بدي أعرف أنا إيش صاير فيها، بدي أعرف أنا إيش إنت عملت فيها، وأنا ما أدري وبعدين تقرير طبي بيقول لي أجب مع المحامي إذا يوافق أو لا، يمكن أبعث لك إيميل، ما بعرف متى. كيف مثلا. والخطأ تسبب لها بشلل نصفي في الوجه وأعراض كثيرة حكت عنها بالفيديو تبعها. ما بعرف ايش راح اقول، الألم كتر ما عندي ألم حادة، وكل مرة يبين معي ألم تانية جسمي تخدر. الأيام دي عندي تشنجات متشنجة ومنتفخة، هذه العضلة مرة منتفخة متشنجة، العضلة كثير فعنقها منتفخة. مين اللي راح يحس بيك أو يبين شوية إنسانية؟ بين اليوتيوبرز اللي حكوا عن هذا الموضوع كانت روزان، فنشرت هالستوري على انستغرام وطلبت نشر الفيديو اكثر ومساعدة سارة، ونحن كمان بنطلب منكم هالشي، وكمان يلي بيقدر يساعد سارة اكيد بيساعدها. نتمنى لسارة الشفاء العاجل وان شاء الله تكون بألف خير.